جيت انا والوالده ديالي الصباح وحنا كنتسناو اولا ديك كازا ايفنت الله يخطيهم الحق من هذا المنبر، وتحيه كبيره لرجال الامن اللي سهروا ووقفوا معنا، ورجع عندنا رئيس المنطقه ديال الانفا قال لنا كوم كوارا الورقه ديال تلحف الكيشي كون ما جاش كون بقينا واحلين. التنظيم كارثي، ما يمكنش جمهور الراجل وجمهور الوداد غادي يقطعوا بجوجهم هنايا. كاين 10 ديال الاجونس في كازا ولا 13، شكون حتى 20 اجونس في كازا. ما يمكنش جمهور الراجل 100,000 واحد لجمهور الوداد كي غيديروا يقطعوا، راه غتنوض معركه، راه غتنوض الحرب، ماشي زعما غيضاربوا راجل وداد. ولكن ما يمكنش، راه غير دابا هذا الجمهور اللي جا هنا راه الرباع ديال الرباع عباد الله، راه ما يمكنش حنايا غادي نقطعوا بحال هكا. كانوا عندنا لي كيشي، حنا شحال هذيك كنا كندخلوا التيران بورقه وحده مع الوالد ديك، كندخلوا صغار بورقه وحده كيشي كندخلوا كنتفرجوا كنخرجوا. دابا واش تبغي تدخل تفرج خاصك تضرب حساب ولا كارت ناسيونال، وخاصك تجي وتشد الصف. وكاين اللي مسكين مصيفط مو مصيفط ختو، ولكن دابا متشد مشى حيت باغي يدخل. شنو دابا حنا الدم ديالنا داخلين باغي نتفرجوا في الرجاء، حنا جايين ما باغيين لا نضربوا ولا، حنا بغينا ناخذ غير الورقه ديالنا وندخلوا نتفرجوا. وهذا الشيء كامل كيرجع لكازا ايفنت، والرئيس ديال كازا ايفنت هما المسؤولين الوحيدين اللي بسببهم حنايا المسؤولين ديال الرجاء، هما المسؤولين الوحيدين اللي طيحونا في هذا الشيء كامل. الرجاء لا حد صريح كوكوم كوا ما كاين حتى شي حاجه، هذا الشيء بيناتهم هو حيت الرجاء تعاتو قال لك احكا انا ما غاديش ندير نحط الوراق. علاش؟ واصلا هذا ماتش مهم، راه مش هذا الشيء يديروا في ماتش اخر، حنا ماشي مشكل، مازال ماتش كبير الرجاء والاهلي، راه بالعكس حنا كنشرفوا الكره الوطنيه. انا رجاوي ما ندويش على الوداد، انا رجاوي، حنا الرجاء كنشرفوا الكره الوطنيه في البلاد، حيت الرجاء هي اللي محاطيه سمعه كبيره للبلاد في المغرب. ما يمكنش حنايا جينا نقطعوا، شوف انت شوف الزحام، ما يمكنش اللي يجيب مع مو اللي تشد. حنايا فايقين الصباح ومخليين قرايت، انا عندي الباك هذا العام، عندي الباك وما مشيتش نقرا باش نجي نقطع باش ندخل نتفرج، وخويا الكبير جاي من فرنسا، راه عيب والله حتى عيب. يديروا معنا شي حل ولا يديروا لنا شي بلاصه من نقطعوا يتعاملوا معنا ويتواضعوا معنا، حيت هذا الشيء راه عيقوا وبزاف. يعني غادي تبيع عاوده تبيع تذاكر المنصه الالكترونيه ديشي.ام. بصح راه تشي كانوا رجال الامن، ورجال الامن كنعطيهم تحيه كبيره حيت هما اللي وقفوا معنا، وكون ما كانوش هما كان غيكون سوء التنظيم. هادشي ماشي من رجال الامن، هادشي من السي الجواهري الرئيس ديال كازا ايفنت، الله يخطف لك الحق. اول حاجه كنشكر السي الجواهري على هادشي، السي الجواهري والناس تاع كازا ايفنت كنشكرهم بزاف، لحقاش هاد الجوج فراقي تاع القطر المغربيه الراجا والوداد في الاخر ولينا كنوصلوا لهذا الشيء، حتى راه كيبغوا يضحكوا علينا. رجعونا للايام تاع الثمانينات على المركب نقطعوا على خاطرنا. قال لك الانترنت علي باغي يدير الاشهار تاعو يجيبنا هنا لعندو. هاد السي الجواهري باغي يدير الاشهار تاعو، قال اراه ندير هنا، وراه تاعو كيخرمزوا علينا. واش غنقول لك الله يسمح لهم. دابا عاودت بيع التذاكر، واش هذا خبر علاش لا ما يديروه في الاول؟ علاش شال دابا؟ تا شافوا ريوسهم تزيروا عاد ولاو باغيين، راه تا كيتفلاو. قال لك الاحتراف بزاف عليهم، باش غيوصلوا للاحتراف راه بزاف عليهم، راه بزاف النقط ما كاينش الاحتراف، لا في التحكيم راه بزاف الحوايج، ما جبتش انا التحكيم دابا، راه كاينين بزاف. وهذا السيد الجواهري اللي داير الفضيحه كامله يمشي يقدر المرافق الصحيه، راه الناس كيدخلوا بولادهم بناتهم. خرج يعني السي الجواهري عبر واحد اللايف وقال لك ان يعني هذا الشيء بالتوفيق مع نادي الرجاء الرياضي ونادي الرجاء الوداد البيضاء. ومن نهار جات السي الجواهري وهاد كازا ايفنت والكره المغربيه غادا اللور بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا، كتنسيق مع الابراهيمي وداك الشيء راه تيراه تخربيق. وانت هاد المسؤوليه تاع الراجل اللي كاينين دابا راه تيهم عا كيخرمزوا بكل صراحه، راه عا كيخرمزوا. طلع كل كرمو شكون يهبط شكون قالها لك؟ راه كانوا الناس قبال منهم فينا، والكرتيلي عبد القادر الكرتيلي فينا هما، حانات فينا هما، راه شي كامل راه كيخربقونا. نقول لهم فوجاهم هذا السي ابراهيمي تا عاد جا البارح اليوم ولا تا هو كيتنسق. والراجا كبيره على كل شيء، والوداد كبيره على كل شيء. هاد نقطة البيع واش في صالح يعني المشاهد ولا ماشي في صالح؟ هاد النقطة ماشي صالح المشاهد، ماشي صالح السكان، ماشي صالح الناس المارة، راه والتحية كبيرة للناس تاع السلطة، راه تا راه كيخربقوا. راه سي الجواهري ولا سي إبراهيمي راه كيبغيو يديروا البيف يطلعوا على الرجاء على كازا يمشيو الله يعاونهم، ما قدوش على هادشي حطوا سوارتهم يمشيو الله يعاونهم. الرجاء والوداد صعيب باش تسيرهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.